الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. ما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجليس، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. هذا الحديث فيه بيان فضيلة المجلس الواسع، وفيه مشروعية اتخاذ المجالس الواسعة، وذلك لأن المجالس الواسعة تسع أكثر عدد من الناس، وخاصة لمن كان له رأي أو منصب أو نحو هذا، كأهل العلم وأهل الرياسة وأهل الوجاهة، لمن يغشى الناس مجالسهم، فينبغي له إن استطاع أن يوسع مجلسه حتى يأخذ عددا أكبر. وهذا الحديث فيه فضيلة لهذه المجالس الواسعة، وفيه فضيلة استضافة الناس في المجالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير المجالس أوسعها. فيه حث على هذا العمل الطيب المبارك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنهما، وقال: صحيح الإسناد. في هذين الحديثين من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حث على هذا الذكر لمن جلس في مجلس كثر فيه اللغط، فإن كفارة ذلك أن يقول هذه الكفارة، كفارة المجلس. وفي الرواية الأخرى حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا قبل أن يقوم من المجلس، ولم يذكر فيه إذا كثر فيه اللغط، فدل على أن هذا الذكر مشروع، سواء كثر اللغط أم لم يكثر اللغط، فإن الإنسان يقول هذا الذكر قبل أن يخرج: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذه الكفارة كفارة للذنوب الصغائر لا للذنوب الكبائر، على قول أكثر أهل العلم، فإن هذه المكفرات لا تكفر إلا صغائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب لا تكفرها إلا التوبة. وقد استدل أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة والحج والصوم والصلاة التي هي أعظم الأعمال، لأنها من أركان الإسلام، ومع ذلك تكفر إذا اجتنبت الكبائر، فما دونها من الأعمال من باب أولى أنها لا تكفر إلا الصغائر. ومنها هذا الذكر الذي يقال في المجلس، فهو كفارة للصغائر ولما يحدث في المجلس من اللغو واللغط. أما أن يأتي الإنسان في المجلس ويسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا ويظلم هذا، ثم يقول: أقول في آخر المجلس الكفارة ويكفر عني، هذا فهم خاطئ، لأن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، الكبائر لا تكفرها إلا التوبة. وإذا كان هناك مظلمة فإنه لا تكفر هذه المظلمة إلا بالتوبة منها وبالاستسماح من أهلها ورد المظالم إلى أهلها. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما
قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوة. هذا الحديث يغفل الناس عنه، وهو من السنن التي تقال في المجالس ولا يعرفه كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في مجلسه. ما هو هذا الدعاء؟ حديث ابن عمر قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. وفي الأصل في الترمذي بهؤلاء الدعوات لأصحابه، فكان يدعو بهذه الدعوات لأصحابه الذين معه في المجلس. ما هو هذا الدعاء؟ قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا الدعاء من السنن التي لا يعرفها كثير من الناس، وهي من السنن التي تقال في المجلس، أن تدعو بهذه الدعوات العظيمة العظيمة المباركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يقوم من مجلس إلا يقول هذه الدعوات لأصحابه، يدعو بهذه الدعوات العظيمة. فهذه سنة ينبغي أن تحيى، أن يدعى بهذا الدعاء في المجالس، لأن الناس لا تحفظ إلا كفارة المجلس، ولكن من الأدعية الثابتة هذا الدعاء. وهذا حديث حسن، حسنه كثير من أهل العلم. فينبغي أن نحيي هذه السنة في المجالس، وسواء قلت هذا الدعاء في أول المجلس أو في منتصفه أو في آخره، فإن فعلت ذلك فإن هذا موافق للسنة، لأن هذا الحديث لم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أوله أو في منتصفه أو آخره. فهذا دعاء عظيم مبارك ينبغي أن لا يغفل عنه في المجالس. ومما يستفاد من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك، يعني قدر لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. فهنا التجاء إلى الله عز وجل، أن الله عز وجل يرزقك الخشية حتى تخشى. فإنك من دون توفيق الله سبحانه وتعالى لن تستطيع أن تخشاه ولا أن تعمل عملا يرضاه. ولذلك على العبد أن يعلق قلبه بالله. ولذلك نحن ندعو في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، لأنك من دون هداية الله وتوفيقه لن تستطيع أن تعمل أي عمل صالح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم اقسم لنا، يعني قدر لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وهذا دعاء عظيم ينبغي علينا أن ندعو به، سواء في مجالسنا، في صلاتنا، في جميع أحوالنا، لأنه دعاء عظيم. لأن الله إذا وفقك إلى هذه الدعوات واستجاب لك فقد فزت بخيري الدنيا والآخرة. ثم قال اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. هذا دعاء عظيم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. هذا معنى الدعاء الذي يدعو به الناس. الناس يدعون دعاء صحيح، يقولون من قوتي لما أكبرتي، هذا دعاء صحيح. هذا معنى هذا الحديث، معنى الحديث هذا الذي يدعو به الناس من قوتي لما أكبرتي، هذا هو الدعاء. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني اجعلنا في صحة وعافية، واجعل هذه الأعضاء وهذه الحواس ترثنا، يعني تبقى بعدنا، بحيث نموت ونحن على صحة وعافية. فالذي يدعو به الناس بهذا الدعاء الذي ذكرناه دعاء صحيح موافق لهذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم المبارك. ثم قال واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة في الدين هي أعظم المصائب، وإذا أصيب الإنسان في دينه فلا عزاء له والعياذ بالله. قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا،
لأن الدنيا إذا صارت أكبر همك صرفتك عن الآخرة، وإذلك أنت مأمور أن تقبل على الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الناس اليوم عكسوا إلى ما رحم الله، حتى صرنا صار يقال لهم ولا تنسى نصيبك من الآخرة، بسبب إيش؟ الإقبال على الدنيا، الإقبال العظيم. ولذلك من دعاء النبي العظيم الذي ينبغي أن ندعو به ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأنها إذا صارت أكبر همك صرفتك عن الأصلح لك في آخرتك. لذلك الإنسان يدعو بأن يكون همه هو الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لأنه إذا تسلط عليك من لا يرحمك فإنه يسومك سوء العذاب والعياذ بالله. وهذا يشمل التسلط في الوظيفة، التسلط في الحكم، التسلط في كل شيء. إذا تسلط عليك من لا يرحمك سامك سوء العذاب النفسي وقد يكون البدني. ولذلك هذا دعاء عظيم ينبغي علينا أن لا نغفل عنه وأن ندعو فيه في مجالسنا وفي صلاتنا وفي كل أحوالنا، لأنه دعاء عظيم مبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.